موضوع طلبت الإضافة موضوع الحلقة الفارطة هكذا. نرجع اللي حكيناه في الحصة اللي فاتت على لجنة الخداع عند شكري بالعين والبراهمي، لجنة الدفاع، نعم. معناها باش نبينوا للشعب التونسي هو هناك لغز كبير جدا، والشعب التونسي مسكين كل مرة يخرج القيس يكذب عليه وما عارف حتى شيء، ومع المعلومة ما توصلوش. وشفنا نحن بداية بأهالينا في جرزيس، شفتوا ايش صار في القتلى، وكيفاش نفتحوا موضوع ونفتحوا بحث ويكذب عليهم، وينه موضوع جرزيس انتهى. موضوع الحراقة، موضوع الحراقة سبتمبر 22، نعم. كل موضوع يجدوا الأموال المنهوبة هكا رجعوها للمالية، كل موضوع يجدوا كلهم باش نعملوه. لا، اليوم الأموال المنهوبة حكى، عمل اجتماع مع سيدة وزارة المالية والعدل، وهاو يعطي كلمة باش نذكر توانسة، قال وتناول لقاء، لحظة، عدد من المشاريع الأوامر والقوانين ستعرض على مجلس، وحكى على موضوع إسراع في تكوين لجنة في الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة. اي ان شاء الله جاي بعد ما يمشي هو، لانه الاموال المنهوبه رجعوها لمالها، ما زالت الاموال المنهوبه اللي نهبها هو ولده اللي قري فيه البرة وهنا في الاموال، وولد شرف الدين ومسؤولين نتاعو اللي نهبوا الاموال التونسيه تو يتصرفوا في ميزانيه دون لا رقيب ولا حسيب. والحمد لله كونه في العشريه الفائته كانت الرقابه 100% وما سدوا حتى شيء علينا والحمد لله، وهذا ثابت بعد 4 سنوات من حكم قيس سعيد بمفرده، ما شد علينا شيء، ما نحن شادين عليه الكل اللي الاموال اللي نهبها الكل هو زبانيته هو واخوه نوفل سعيد وابا نسيبته شبيل عاد كشبيل وزوجته والعائله الكل اللي نهبوا في المال العام الكل. هذه معطيات ولا تخمينات يا استاذ بشر؟ راك المباشر رجال. معطيات دقيقه، هذه الاموال اللي ينهب فيها مش تاع الشعب التونسي كل مقيده كله، والحمد لله وان الحمد لله اللي في العشريه اللي فاتت ما ثم حتى واحد نهب فرنك. الاموال المنهوبه نتحدث عنها زمن بن علي صارت بعد الثوره وزمن نتاعك انت توا، هذه هي الاموال المنهوبه اللي كل شيء ما عادش حتى واحد ينجم يخرج خبر على الاموال، لكن عندنا المعطيات والمعلومات الاموال اللي خرجت، خرجت انت وخرجت توفيق شرف الدين وخرجت ليلى جفال وخرجوها الزباني نتاعك وحتى الجنرالات هذيا اللي معاك واللي قاعدة هي تساير فيك، عنا كل الأدلة على الأموال اللي نهبوها من الشعب التونسي واللي قاعدين يتصرفوا من البنك المركزي وكأنه خزنة بوه. هذا مش مشكل. قلنا أنا حبيت نرجع على الموضوع السابق. نعم. تاع لجنة الخداع، وقلنا دي المواضيع دي كل موضوع يخرج يكذب فيه وما يعطيناش حتى حاجة، لأنه كله خداع للشعب التونسي وكله كذب وكله جرائم يقترفها هو. هاتي جميع الجرائم اللي صارت من قتل اهالي جرزيس من الاموال المنهوبه هو تفاهم وقت حتى قبل ما يحطوه في الحكم تفاهم باش يرجع لهم فلوسهم، من الهروب من السجن لاربع عناصر خطيره جدا من الارهابيين الكل هذا مخطط له ما علاقتها بلجنه الدفاع عن البعيد البراهمي؟ هذه علاقتها وطيده جدا بالوطد، الوطد الذي يتحكم في القضاء وفي الامن تو وفي قيس سعيد، هو حب يعمل ديمونستراسيون فورس، حب يبين قوته للارهابيين هذوما باش يضغط عليهم لابدال اقوالهم باش يعطيهم التصريحات اللي وحشوا بها، وهذا ثابت. وينهم؟ ثم ما اربعه من الناس من اخطر ما تم ارهابيين يخرجوا يعاودوا يشدوهم في نار ويرجعوا ورجعوا كانهم هبله كانهم واكلينهم الدواء خرجوهم حرفشين ورجعوهم ما فاقين بشيء، هذا كله لإعطاء رسالة للإرهابيين رانا نحن نتحكم في دولة ونحن نتحكم في الأجهزة وراهو اللي يقولون لكم عليه تعملوه، وهذا لتوريط خصم سياسي. توا هذه حكاية يحكيوا توا ولا الشخص هذاك، علاش نحن قلنا لهم بثوا اعملوا ما تحبوا تزودوا للشعب التونسي وتعطيه الصراحة والصدق يا كذابة، اعطيونا بالمباشر عديونا المحاكمات الكل تاع البراهمي نتاع ما يتم الشعب التونسي نتاع الشكري بالعيد في التلفزه، ياكم عديتوا قبل بركه الساحل في التلفزه، ياكم عديتوا العسكر عدى والناس كل عدى، يعديونا تو المحاكمات مباشره نتاع شكري بالعيد خلينا نعرفوا الحقائق.
وخلنا نعرفوا الكذب، خاطر الشعب التونسي يفهم وقت يسمع واحد يتكلم يعرف يكذب ولا صادق. هذا عملوا له تحريرات، جاوا الواحد ضغطوا عليه حبوا يبدل اقواله، عملوا له تحريرات يقول اللي راه عنده علاقه بالعوادي اللي هو رئيس الجهاز العسكري نتاع الانصار الشريعه، وراه علي العريب والشيخ عندهم علاقه بابو عياض. كله يا مهبول، كله انتم وقتها تشديتوا، انتم تشديتوا وقت علي العريب. راهو يلزم التونسي يفهم يكون ذكي ياسر. لو انه النهضه ولا علي العريض ولا راجل غنوصي عنده علاقه بالموضوع هذا، نعم، هل يوقفهم وقتها؟ ما هما ماسكين الدوله وماسكين الاجهزه وماسكين الامن، كانت تتعدى الحكايه ما يتوقف فيها حتى واحد. اولا، ثانيا، هل انه علي العريض يصدر قرار في تصنيف انصار الشريعه كحركه ارهابيه وحزب ارهابي ومجموعة إرهابية لو أنه كانت عنده علاقة ببو عياض؟ تو العاقل يفهم، تو العاقل، تو العاقل قال له كان المتكلم بس فيه ومهبول العاقل المتسلط عاقل، اللي يسمع الكلام راهو عاقل. راكم يا شعب تونسي عاقلين وراه بعقلكم وراكم أذكى منكم ما ثماش. هل أنه وان واحد صاحبي وأنا كلفته وأنا اللي عاونته وأنا اللي عملته علاش نوقف فيه وعلاش نصنف فيه ونخليه في العالم الكل محل شبهات؟ وماذا عن اتهام احد الشباب يقولوا من انصار الشريعه اللي الذي كان على علاقه وطيده، انا ذكرت ندوس عربيه شيعكم الفرصه ليك انت باش ترد دائما نقول وراء في ظل الغياب انا اطرح الاسئله وكانت تجيب. ثم واحد من الشباب كان على علاقه بالقذقاذي يدرب معاه، هو يقول لك كان الحارس الشخصي الاستاذ الغنوش، صحيح ولا هذا؟ ما ثم الحكاية، ما ثم منها حتى شيء. وحتى كان ثم ينجم يكونوا أصدقاء ولا أصحاب، أما كل واحد في عقله في مخه ينجم يعمل اللي يحب. أي الكرسة باغة دباغة، تجيب زوز في العائلة، واحد مجرم واحد عاقل ولا أستاذ جامعي، واحد بابا تجيبه قاري واحد تجيبه ماركة حبس. لكن هل يعقل يا أستاذ بشر يكون حارس شخصي والأستاذ الغنوش على حال ما نعلم كان تحت الحمايه الخاصه الداخليه ولا؟ يكذبوا. الحراسه الشخصيه نتاع باج الغنوصي منذ دخوله لتونس 2011 الداخليه، كي يمشي في 20 كهرباء يعشوا عليه، حاطين له سماعات في داره، نزيد نعطيكم معلومه، عاملين له كل شيء. لو انهم مسكوا عليه حاجه راهو كانت منذ زمان وراي جبدت حكايات ما هي حكايات. وهذه عندك 4 سنين توا ولا تبدلت الاقوال. وإذا بابا قد قاضي ولا بو عياض جاي بعد الشيخ غادي راهو تصور. تي هما لقاءات ما بينه وبين القرن تصورت وخرجت والمختصة كذبت فيها. صح. فما بالك لقاء مع ما مع بو عياض، كلهم يزيدوا بلا كذب ويزيدوا بلا خرافات وما عادش تتهموا الموتى. اتهموا الحي على الأقل كي تجيبوا جريمة اتهموا فيها حي مع حي. ما تتهموش واحد غير موجود وواحد موجود وتلفقوا كيما تحب. واعطيونا انتم ماكم ياسر طلعتوا تبارك الله عليكم في الابحاث، اعطيونا شكون هرب يا لجنه الخداع، شكون هرب الاربعه ارهابيين من السجن ورجح؟ واللي قايس سعيد قال نفتحوا بعض، عنده الداخليه وعنده السجون وعنده الجيش وعنده، ما فما لقناش توا شكون هربهم وشكون عملهم. مشاو ضحيه كبش فداء اربعه يخدموا في السجون. ولكن ثم تحقيق ثم بحث قضائي استاذ بشر في الموضوع هذا؟ يا اخي المرزوقي في عام حكمه عليه 10 سنين وضم التو ما زالت عندها عام، الحكايه ما صار شيء. تيزيو بلا كذب، في قضيه في تونس والناس تبحث والناس كذا ما زالت ما تحكمتش توا عندها عام. وما زالت تحب لها 3 ولا 4 سنين باش تحكم وناس غيابي. هذه ما عادش دوله. لكن فرضيه فرضا انت محامي، ينجم يكون متهم داخل السجون غير اقواله. يتحول من متهم الى شاهد اذا كان هو حسب ما يقول، حسب الحكايه اللي بصحوا فيها الاستاذ. لا انا مش ندوه صعبه، انا عندي المعلومات كيف كيف هو. راهو شوف، هما كان عندهم القضاء وعندهم الامن وعندهم العسكر، توا زادوا حبوا يدخلوا المحامين. معناها هذا الشخص هذا كيف ذلك؟ كيفاش يدخلوا المحامين؟ كيف يتم اشراك المحامين؟ معناها يجيو ينحيو المحامي نتاعو الشخص هذا ويسخروا له محامي دون علم الفرق
معناها جابوا محامي من الصبابة متاعهم وحطوه على رأس باش ينوب هو اللي متفاهمين معاه في الأقوال وفي كل شيء. هذه مش جريمة، هذه أخطر ما يكون داخل المحاماة. أنتم في فرع تونس التسخير يكون عبر الفرع؟ ها؟ التسخير يجب أن يكون عبر الفرع. والتسخير في مثل هذه القضايا، قضايا الدولية واللي باش يغير أقواله واللي باش يعمل المفروض محاميه لم يتخلى، هو تخلى على نياب. مش هو تخلى عليه. واو نسألوا محامين. ثاني أولا، ثانيا هذه 12 سنة عندها الحكاية. 12 سنة توا ما تذكرت وتوا عرفت وتوا ما جاتك المعلومة. والمعلومة كي جاتك؟ ماذا باهي؟ شنو هي اللي مخوفك؟ علاش تحب تحريرات مكتبية؟ علاش ما تعملهاش علنا؟ ما كراش اللو خايف على حياته. حتى كانت تخاف منهم هما توا في الحبوسات. هي عملتها علنا. علاش سر انه مكتبي وخايف خا؟ ونحب نحكي في داخل المكتب انا والقاضي برك. وما نكون ما نحكيش بعد العباد. هذا ثابت. وواضح والشعب التونسي ما يتعداش عليه ونحن ما يتعداش علينا. ولكن حسب رايك سيناريو موضوح. واضح. ظهر لي ما تماش اوضح من هذا. يبقى حق الرد مكفول وان شاء الله العداله تجد مجراها. نرجع للاحكام القضائيه الغيابيه. انت مستبشر يعتمد لك كيفاش هربوا الاربعه وكاو تو نفهموا الحكايه الكل. وعلاش هربوا وشكون هربهم؟ وشكون تحاسب في تهريبهم؟ وكيفاش شدوهم بعد نهارين ومشاو عملوا بركاش في بنك؟ قولوا لنا الحكايه ذي تو نفهموا الموضوع الكل. اعطيني ما معناها ما انسان حتى هذا كان هرب راهو محضر كل شيء وراهو في ليلتها مشان الحدود وراهو بسلاح وراهو دنيت وهذوما شدوهم الصومالي شدوهم عمل له صاحبه تليفون عملوا فيلم كوم كوا شدوا بوليس ما غير حتى شيء. الصومالي كان كيجي للمحكمه هذا ب 100 بوليس يجيبوا له هذا وخايفين باش يشدوا واحد وحارسه كوم كوا تيزيهم ولا كذب كلهم تيزيهم تيزيهم. كان شفتوا ابطال بالدرجه ذي في الاستعان بابا 10 سنين وينهم توا ما عادش توا بالكل. شبيكم ما شديتوهمش وقت؟ شبي تو معاش ثم رهاب معاش اسمه بلا حسب رايك موضوع كشف حقيقة تهريب السجناء يلزم موضوع يكون ذو أولوية ويلزم التوانسة في كل مرة يعيدوا مسألة السلطة عمن هرب وعن حيث التهريب. عاشتين شكون قتل أهالي جرجيس ومن هرب هذوما نفس الشخص. هذا من نفس الجريمة اللي عملها مقترف بالجريمة نفس الشخص. لكن الأستاذ سعيد نفس الشخص واللي موقف الجماعة التآمر نفس الشخص نفس المجموعة نفس العصابة. لكن وعدنا السيد سعيد قال اسمع لي أستاذنا الناس ما يخالط علاش هو كلات بعضها في جرجيس ما ضربوهم ضربوهم وغرقوهم ما يكون لهم يعملوا فيها غرقوا في العباد في البحر ويقولوا للعسكر مورد قيادات عسكرية وأمنية حرس وين وده زعما ماهوش غايب على الشعب التونسي. كما هاري جرجيس خرج لهم الكذاب قال ما تو نعملوا تعايا سكتوا اعطوا فيه الثقه من نهار اللي باش يفيقوا بيك اللي انت كذاب تو تعرف باش يعملون. ومن بعد سهلون من بعد جاء اعطى تعليمات خلهم اخويا دوم الناس اللي قاعده في تونس خرجوهم علي اللي يسبوا فيه ويعملوا في الواحد وكذا. ما تسالتوش علاش تمشي لجرجيس تو تمشي للطويل ما تلقاش فيها الشاب واحد. لكن الأستاذ بشر الشابي حتى نذكر السادة المشاهدين أنه حادثة غرق المركب اللي ماتوا فيه 14 أعتقد من زرزيس هو تقريبا في 20 سبتمبر 22. في تلك الصيفة في الخريف هذاك وقع ملتقى فرانكفونية تقريبا في ديسمبر في ديسمبر في جربة. وقتها سعيد قال صبرا آل جرزيس إن الحقيقة آتية وعودها مرة أخرى. لماذا أبطأت الحقيقة؟ توعدنا عام كامل عليها أكثر من عام كامل واش؟ مش هذيك برك هو ما أعطاه حتى حقيقة للشعب، لا أعطاه حقيقة على ذيك، لا أعطاه حقيقة على التآمر ونوع التآمر، ولا أعطاه حقيقة على الخونة، لا أعطاه حقيقة على الاجتماعات وحضور الاجتماعات، ما أعطاه حتى حقيقة. لأنه كله من وحي خيال وذيك لتمكن من الدولة والتمكن من السلطة والتمكن من نهب الملعة. هذه النهاية متاعه بشي نهب الملعة بشكون بشي يرضي طبعا بعد نشوف الموضوع متاع
افريكان انتليجنس، بس يجي ربي الناس اللي تحمي فيه اللي هما القيادات العسكريه هذوما اللي مذكورين. سناتي على تقرير لافريكان انتليجنس. خلينا نقبل نستعلمش بالحكم الغيابي في حق الرئيس المرزوقي الدكتور محمد موسى المرزوقي، كان ضيفا في حصاد 24 يوم الجمعه 8